تيرمينال بلانينج اند ديزاين، تخطيط وتصميم منطقة خدمات المسافرين. involves four organizations، في هناك أربع جهات معنية بهذا الموضوع، وهي الجهات التي تتطلب وجود خدمات ووجود مرافق لها حتى تستطيع أن تقوم بمهامها بما يخدم عملية الطيران. الجهة الأولى والأهم وهي الـ Airport Owner، مالك المطار، واللي هو يقوم بعملية الفاينانسينج، التمويل لإنشاء المطار. بالنسبة له طبعا للأونر هو عبارة عن استثمار، يقوم بإنشاء المطار ويقوم بتأجيره لكل المعنيين بتقديم الخدمات داخل المطار، سواء كان شركات خطوط الطيران، الجهات الرسمية، الشركات، المحلات التجارية في الأسواق اللي تنشأ داخل المطار من منطقة فري زون إلى آخره. فكل هؤلاء يقوموا باستئجار المرافق المختلفة من خلال استئجارها من المالك للمطار. من المهم نعرف أن المالك للمطار ليس بالضرورة أن تكون هي الحكومة، وإنما ممكن تكون شركات تقوم بإنشاء المطار كاستثمار بالنسبة لها، وتؤجره لكل الجهات المعنية باستخدام مرافق المطار. طبعا هناك بعض الدول بيكون المطار أيضا التمويل له والملكية له بتكون للحكومة، وهي التي تقوم بمتابعته بشكل مباشر. وبعض الدول خصوصا الغربية تفضل أن يقوم القطاع الخاص بإنشاء المطار، ومن ثم يقوم بتأجيره للمعنيين. عندنا في الأردن في السابق كان مطار الملكة علياء الدولي، كانت الحكومة تقوم بكل شيء بما يخص الاستثمار، لكن مؤخرا خلال العقد الأخير قامت الحكومة بطرح عطاء BOT، بحيث أنه هناك ائتلاف من شركات تقود شركة فرنسية هي التي قامت بالاستثمار بإنشاء المطار كتحديث، طبعا المباني الجديدة نتكلم اللي تم إنشائها للمطار، وتقوم باستثماره. وحسب النظام BOT يقوم هذا الائتلاف بالاستثمار لمدة طويلة قد تصل إلى 20 أو 30 سنة، وبعد ذلك تؤول الملكية إلى الدولة. يعني الملكية بتكون مؤقتة فقط خلال فترة الاستثمار اللي بتكون محددة بالعقد اللي بيربط ما بين الحكومة أو الدولة اللي هي الجهة المالكة لأرض المطار ومنشآته، وما بين الشركة اللي تتملك المطار مؤقتا، ليست ملكية دائمة وإنما ملكية مؤقتة لغاية ما يكتمل مدة العقد، وتكون الشركة بالفعل قد غطت مصاريفها وأيضا حصلت على الأرباح التي تتوقعها خلال تلك المدة، ثم تعود الملكية بالكامل إلى الدولة. الجهة الثانية الفيدرال جوفرمنت، الحكومة، والحكومة طبعا حتى وإن لم تكن مالكة للمطار إلا أنه لابد أن يكون لها عدد من المرافق والخدمات الرسمية داخل المطار، كون المطار يعتبر مركز حدودي، لأن الذين يأتون من خارج البلد يأتون مباشرة إلى المطار، وبالتالي لابد أن تكون هناك بعض الإجراءات الرسمية. من الأمثلة على ذلك اللي هو خدمات الإميجريشن، ما يتعلق بالتشيك على جوازات السفر، الكاستمز اللي هي الخدمات الجمركية، أيضا إذا كان في بضائع لابد أن يكون عليها جمارك تقوم أيضا الجهات الرسمية بمتابعة ذلك، الهيلث انسبكشن الفحوصات الطبية، وإذا كان هناك وباء في منطقة ما القادمين من تلك المنطقة يخضعوا لفحوصات طبية، وغيرها من أي أمور رسمية كلها تقوم الجهات الحكومية بتنفيذها داخل المطار، ويكون لها مكاتب محددة داخل المطار حتى تتمكن من القيام بتلك الواجبات. الجهة الثالثة واللي هي الايرلاينز، شركات الخطوط الجوية، وطبعا بعضها بيكون محلي وبعضها بيكون ايضا اجنبي. يعني عندنا بالاردن في عدد من شركات الطيران المحليه على راس الملكيه الاردنيه، وهناك ايضا بعض الشركات التي يعني رخصت مؤخرا خلال العقد الاخير والتي تقوم ايضا بتقديم خدمات للطيران. وطبعا ايضا الخطوط الاجنبيه احيانا، بالذات الخطوط اللي بيكون لها فريكونسي عالي على المطار، قد تتطلب توسع بمستوى الخدمات التي توفرها داخل المطار. Each
has its own needs. إذا كل شركة من شركات الخطوط الطيران اللي تستخدم هذا المطار بيكون لها متطلبات حسب مستوى وحجم الخدمة التي تقوم بتقديمها، وحسب أيضا زي ما حكينا الفريكوانسي لرحلاتها التي تأتي إلى هذا المطار. الجهة الرابعة الكونسيشنيرز، وهي ليست جهة واحدة وإنما هي المقصود فيها القطاع التجاري بأكمله، اللي ممكن أنه أيضا يوفروا بعض الخدمات التجارية داخل المطار مثل الريستورانتس، المطاعم، الشوبس، الأسواق المختلفة، المحلات اللي بتبيع هدايا وغيرها، الكار رينتلز، أيضا تأجير السيارات. فكل هذه أيضا الخدمات اللي بتكون عادة تتوسع أو تقل حسب حجم المطار. يعني المطارات الصغيرة بتكون بالحد الأدنى مثل هذا النوع من الخدمات، لكن المطارات الكبرى بيكون فيها كم كبير من الخدمات تكاد تشبه يعني مدينة مصغرة. المطار هو عبارة عن مدينة مصغرة لكم الخدمات التجارية اللي ممكن تتوفر بداخله، بحيث أنه الركاب أثناء الانتظار يقوموا بالتسوق ويقوموا أيضا بالاستفادة من هذه الخدمات الموجودة داخل منطقة المطار. Terminal Layout Concepts، التفاصيل التخطيطية والتصميمية لمنطقة التيرمينال أريا. Design Objectives، الأهداف اللي لازم نراعيها في عملية التصميم. أولا Adequate Space، لازم يكون في عندنا مساحات كافية لكل الجهات اللي حكينا عنها بالسلايد السابق. Flexibility to cope with technology، انه لازم يكون في مرونة في مكونات المطار المختلفة ومرافقه للتكيف مع التقنيات الحديثة. يعني بمعنى انه يعني على سبيل المثال من الامور اللي لازم نراعيها في المطار انه ممكن مستقبلا يصير في تغير في بعض المكونات الداخلية، وبالتالي يفضل استخدام مثلا البارتيشنز بدل الجدران الثابتة، بحيث انه لو غيرنا في بعض التفاصيل نوسع غرف، ندمج غرف إلى آخره، تكون عملية سهلة من خلال البارتيشنز، ما تكونش مكونات كلها ريجيد وصعبة التعديل والتغيير في المستقبل. وهذا متبع تقريبا في معظم المطارات الموجودة في العالم. Reduce walking distances for pedestrians and taxiing requirements for aircraft، إذا نقلل من مسافات المشي للركاب، المناطق المتوقع انه يمشي فيها الركاب نحاول نخليها باقل مسافات ممكنه، وكذلك بالنسبه لحركه الطيران داخل الابرون اريا نحاول نقلل من المسافات اللي ممكن تضطر الطائره تمشيها على الارض. يعني عاده بيكون الابرون قريب من بدايات ونهايات المدارج الرنويز، بحيث انه المسافه اللي بتمشيها الطائره بعد ما تكمل عملية الهبوط أو ما بين الخروج من منطقة التيرمينال أريا باتجاه بداية الصعود على بداية الرنوي، فتكون المنطقة قريبة من اللي هو الأبرون أريا، بحيث أنه بسهولة تستطيع الطائرة تمشي على التاكسي واي وثم تأخذ الرنوي من المكان المناسب. النقطة الرابعة اللي هي obtain revenues، يعني يكون الاستثمار، بما انه حكينا المالك المستثمر بالمطار بده بالتأكيد طبعا ارباح لرأس المال اللي وضعه، فضروري يكون عندنا المشروع ككل مشروع مربح ويدر ارباح على المالك. وباي ذا واي يعني عندنا بالاردن الائتلاف اللي بيستثمر في مطار الملك علياء الدولي ليس فقط انه بعد مدة طويلة يسترجع تكاليف الاستثمار وثم يعيد ملكيته إلى الدولة، وإنما أيضا يدفع سنويا للدولة مبلغ معين من المال حسب الاتفاق، حسب العقد الموجود بينه وبين الحكومة. وهذا يعني أنه بالفعل الاستثمار ناجح ومربح بالنسبة للشركة، بحيث أنه تستطيع فعلا أنه خلال مدة طويلة تسترجع رأس المال اللي دفعته، وبتكون أيضا قد درت عليها أرباح اللي تستطيع أنه جزء من الأرباح تأخذها لنفسها وجزء من الأرباح تقوم بإعطائه للدولة كشريك بهذا الاستثمار. النقطة الخامسة acceptable working environment for airport and working staff، البيئة نفسها داخل المطار تكون بيئة مقبولة وبيئة مناسبة للعمل وكذلك للموظفين الموجودين داخل المطار، حركتهم أيضا، تنقلهم من مكان إلى مكان، الخدمات الموجودة يجب أن تكون بيئة مريحة، لأنه زي ما قلنا قبل شوي
يعتبر المطار هو أشبه بمدينة صغيرة، وخصوصا لما يكون حجم المطار كبير، ولذلك لابد أن تكون بيئة العمل مريحة. وكما نعلم أيضا من النقاط المهمة في موضوع المطار، أنه في كثير من الأحيان بالذات المطارات اللي بتشتغل على المستوى الدولي بيكون شغال المطار 24 ساعة، وبالتالي في عندنا بعض الخدمات تقدم من خلال ستاف بيشتغل على شكل شفتات، يعني شفت بيسلم لشفت، وبالتالي 24 ساعة في موظفين موجودين داخل المطار لتقديم الخدمات الضرورية، وهذا بيتطلب أن تكون بيئة مريحة ومناسبة لهؤلاء الذين يقضون أوقات طويلة داخل المطار. تيرمينال لاي اوت سكيمز اللي هو طريقة وقوف الطائرة أمام مبنى المسافرين، وهذا بيأخذ أشكال متعددة. بشكل رئيسي ممكن نتكلم عن النظام الأول اللي هو الفرونتال، والنظام الثاني البير فينجر، والنظام الثالث نظام الساتلايت، والنظام الرابع الريموت ابرون، والنظام الخامس الريموت بير على شكل لينير، والنظام السادس اللي هو الريموت بير بشكل كروسي فورم، والنظام السابع اللي هو الجيت ارايفلز. والآن حنشوف بالسلايد اللاحق أمثلة كأشكال توضيحية لكل واحد من هذه الأنواع السبعة. في النظام الأول الفرونتال طبعا نلاحظ أنه في عندنا منطقة التيرمينال بيلدينج تم تمثيلها بمستطيل بسيط فقط لتوضيح الفكرة، والطائرات تقف مباشرة أمام المبنى. فرونتال يعني بتوقف in front of the building، بتوقف مباشرة أمام المبنى لتحميل الركاب أو تفريغ الركاب. النظام الثاني اللي هو البير فينجرز، واللي هو يتم عمل ما يشبه الأصابع، يعني يتم عمل كوريدورز وقاعات، وأيضا يتم إنشاء وحدات متكاملة من خدمات القاعات الانتظار، وأيضا الجيتس اللي هي البوابات اللي تؤدي إلى الطائرة، وربما أيضا بعض الخدمات الإضافية من بعض المحلات اللي تقدم مثلا الطعام مثل المطاعم، محلات الكافيه وغيره تكرر في أكثر من موقع. المثال اللي أمامنا في عندنا منطقتين تم إنشاء تو فينجرز، يعني واحد على اليمين واحد على اليسار، وكل واحد من هذول المنطقتين بيكون عبارة عن منطقة خدمات متكاملة فيها قاعات الانتظار، وتستطيع أن تقدم الخدمة للطائرات إما من جهة واحدة أو من الجهتين زي الصورة اللي موجودة أمامنا، وهذا بيرفع من كفاءة المطار. بدل ما الطائرات كلها تقف مباشرة أمام المبنى، لا، يتم عمل مثل هذا التوسع الطولي لمرافق المبنى بحيث تستطيع أن الطائرات تخدم أكبر عدد ممكن منها بنفس الوقت. والنظام سي اللي هو الساتلايت، بحيث أنه هو مشابه طبعا لنظام بي أنه بنطلع فينجرز، لكن الفكرة أنه لاحظ عندنا في نهاية كل واحد من الأذرع اللي تم إخراجها من المبنى، والذراع بيكون على شكل كوريدور تقريبا فقط للمشي، ما بيكون في خدمات داخل هذا الذراع، بينما في نهاية الذراع بيكون في عندنا الدائرة اللي معمولة في النص، الدائرة المفرغة هذه تمثل مبنى بيكون في أيضا كم من الخدمات للمسافرين اللي من خلال هاي المنطقة يتم الدخول من وإلى الطائرات، يعني الجيتس وقاعات الانتظار كلها بتكون موجودة داخل هذه المنطقة اللي في نهاية الكوريدور. والنظام دي الريموت ابرون، والفكرة هون إنه بيكون عندنا منطقة وقوف الطائرات في مسافة بينها وبين مبنى المسافرين، وبهذه الحالة طبعا لابد يكون في عندنا نظام نقل ينقل الركاب ما بين الطائرات وما بين المبنى، وهذا متبع في المطار القديم في جدة، مطار جدة القديم. طبعا المطار الجديد الآن الحديث تغلبوا على هذا الإشكالية، الآن أصبحت الطائرات تقف كلها عند المباني، لكن في المطار القديم الطائرات تقف بشكل بعيد عن المباني، وخصوصا خلال موسم الحج لأنه بيكون كثافة النقل كبير جدا، فلا تستطيع أن كل الطائرات تأتي وتقف أمام المباني مباشرة، فتقف الطائرات في ساحات بعيدة نسبيا عن المبنى المسافرين، وتقوم باصات بنقل الركاب ما بين الطائرات والمبنى سواء عند القدوم أو عند المغادرة. النظام E اللي هو الريموت بير لينير،
انه بيكون عندنا ايضا الطائرات بعيده نسبيا عن التيرمينال بيلدينج، ويتم تنظيمها، بيكون في عندنا كوريدورز بخدمات بالحد الادنى، تقف الطائرات امام هذه الكوريدورز من الجهتين او من جهه واحده، ويتم توفير ايضا نظام نقل ما بين التيرمينال بيلدينج وما بين الموقع اللي موجود فيه هذه الطائرات، ونظام النقل اذا كانت المسافات معقوله بيكون على شكل اللي هو البيلتس، النظام الاقشاط المتحرك اللي الركاب بيجلسوا عليه او بيوقفوا عليه وهو بيمشي بشكل ارضي مباشره، طبعا بسرعه بطيئه جدا بيكون بهذه الحاله. اكيد بعضكم شافه داخل المطارات وهو موجود ضمن مطار الملك علياء الدولي بالنسخه المحدثه اخيرا. النظام اللي بعده اللي هو الريموت بير بشكل كروسي فورم، واللي هو زي ما احنا شايفينه بشكل الصليب، برضه مشابه للنظام اللي قبله نظام اي، لكنه بهاي الحاله بيكون عندنا المبنى هو الاساس في الوسط، ومن نفس المبنى مباشرة يتفرع عندنا الأذرع اللي تقف حولها الطائرات، بينما في النظام إي كان عندنا المبنى مفصول عن منطقة وقوف الطائرات، وفي عندنا نظام نقل بينقل الركاب إلى الأذرع الطويلة اللي بتكون تقف الطائرات حولها. طبعا هاي الأذرع كلها عبارة عن كوريدورز، بيكون فيها جيتس، البوابات اللي تنقل المسافرين من وإلى الطائرة. اخيرا نظام الجيت ارايفلز، انه تقف الطائرات مباشره امام الجيت المعنيه، بيكون المباني تاعت التيرمينال بيلدينج بتكون طوليه بهاي الحاله، وتقف الطائرات مباشره امام الجيتس، بحيث انه الراكب ما بيضطرش بهاي الحاله يمشي لمسافات طويله، يعني لما يدخل الراكب الى المطار المشي اللي بيمشيه من مجرد دخوله لمبنى المطار لغايه الوصول الى الجيت المعنيه بيكون قليل جدا، بحيث انه بيمشي مباشرة بقطع المبنى عرضيا ويصل الى الجيت المناسب اللي تأخذه الى الطيارة. هذا النظام جميل وكويس بالنسبة للراكب ومريح، لكن مشكلته في كفاءته انه لا نستطيع ان نستوعب عدد كبير من الطائرات at the same time. هاي اذا الانظمة المختلفة للتيرمينال لاي اوت سكيمز. Intra and Inter-Terminal Transportation، كما شرحنا في سلايد سابق أنه الانترا هو النقل داخل التيرمينال، والانتر النقل بين التيرمينالز، لأن المطار قد يكون فيه عدد من التيرمينالز، بعض المطارات ممكن يكون فيها التيرمينالز متباعدة عن بعضها البعض، وبالتالي تتطلب أن يكون في عندنا نظام نقل ما بين هذه التيرمينالز. وفي زي ما حكينا في محاضرة السابقة انه احيانا قد يكون في عندنا قطار داخلي يربط ما بين التيرمينالز المختلفة داخل المطار، وخصوصا في بعض المطارات مصممة بحيث انه في بعض التيرمينالز مخصصة للنقل الدولي وتيرمينالز اخرى مخصصة للنقل الداخلي. فالشخص اللي رايح مثلا من الاردن على امريكا، وفي امريكا الولاية او المدينة اللي هو رايح لها مثلا ما فيش فيها طيران دولي، فبيضطر بالحالة هذه ينزل في مطار آخر في طيران دولي، ثم ينتقل إلى المطار اللي فيه المدينة اللي هو رايح لها. يعني على سبيل المثال واحد رايح من الأردن إلى المدينة اللي كنا ندرس فيها، مدينة إيربانا شامبين في إلينوي، ما فيها مطار دولي، فيها مطار محلي، لكن أقرب مطار دولي بالنسبة لهذه المدينة هو مطار شيكاغو. مطار شيكاغو بيستقبل طائرات دولية، فاللي قادم من الأردن باتجاه شيكاغو فبينزل أولا بالتيرمينال المخصصة للطيران الدولي، وثم ينتقل من هذا التيرمينال إلى التيرمينال الأخرى داخل نفس المطار المخصصة للنقل المحلي، وبركب الطائرة اللي بتاخده من مطار أوهير شيكاغو إلى مطار مدينة شامبين. فإذا بالحالة هذه بيضطر إنه يغير التيرمينال من التيرمينال الدولية إلى التيرمينال المحلية، ولذلك بدنا نظام نقل ما بين هذول التو تيرمينال. إذا كانت التو تيرمينال قريبين من بعض
حسب تصميم المطار، فممكن انه يمشوا مشيا على الاقدام او نستخدم نظام نقل بسيط مثل البيبل موفرز او الى اخره، لكن اذا كان المسافات كبيره فممكن نضطر انه نوفر قطار داخلي كما هو متبع في عديد من المطارات في الدول الغربيه سواء كان في اوروبا او في امريكا للتنقل ما بين التيرمينالز. بيكون في عندنا قطار صغير ماشي داخل المطار وبيوقف عند كل واحده من التيرمينالز، والركاب بتنقلوا في هذا القطار ما بين التيرمينالز بحيث انه بيعطي كفاءه عاليه لعمليه التنقل الداخلي. الريزلتس اوف ستادي، حسب دراسه تم عملها على هذا الموضوع على المسافات الموجوده داخل المطارات، الافريج ووكينج ديستانس تو نيرست جيت، اذا معدل مسافه المشي اللي بيقطعوها الركاب الى اقرب جيت، الى اقرب بوابه الى الطائره، يعني من لحظه دخوله الى المطار لغايه الوصول الى بوابه الطائره، ينهي كل الاجراءات الرسميه ويمشي حتى الوصول الى بوابه الطائره، تقريبا 565 قدم. الافريج ووكينج ديستانس تو ذا فارثست جيت، ابعد بوابه ممكن يمشي الها مشيا على الاقدام، هي 1342 قدم. الافريج ووكينج ديستانس بتوين ايرلاينز، اذا معدل التنقل ما بين الشركات، شركات الخطوط الطيران المختلفه، مش لنفس الشركه وانما لشركات مختلفه واللي قد تكون في ديفرنت جيتس، في ديفرنت تيرمينال بيلدينجز عفوا، قد تكون في مباني مسافرين مختلفه، فاون افريج بحكي لنا بحدود 4091 قدم، وهو رقم كبير نسبيا، وبالتالي هذا قد يبرر وجود أنظمة نقل مناسبة لمثل هذه المسافات البعيدة. Large airports use moving sidewalks, vehicle systems and mobile lounges. أيضا المطارات الكبيرة ممكن تستخدم moving sidewalks اللي هي زي ما حكينا الأقشطة المتحركة اللي بتكون على الأرض بتمشي عليها أنت كمشاة، وهي بتمشي وأنت بتمشي وبتسرع من حركتك زي الموجود داخل مطار الملك علي الدولي. الفيهيكل سيستمز ايضا ممكن مركبات تكون موجوده وباصات تنقل الركاب داخل المطار، وقد يكون عندنا الموبايل لاونجز وهي عباره ايضا عن باصات، لكنها هذه الباصات عندها القدره انه هي نفس الباص بيكون على شكل اليفيتر بيطلع وبينزل لمستوى الطائره لمستوى الارض لمستوى المبنى مبنى المسافرين بحيث انه يتم الاستفاده منه لرفع كفاءه دخول وخروج الركاب من والى الطائرة. طبعا بالإضافة إلى نظام القطارات اللي حكينا عنه واللي هو موجود بالذات في المطارات الضخمة على مستوى العالم. Automotive parking and circulation needs، من ضمن الخدمات اللي لازم توفر في منطقة التيرمينال أريا اللي هي مواقف السيارات، وطبعا مواقف السيارات ضرورية لأنه more than 50% of passengers use cars to and from airports، يعني أكثر من 50% من الركاب بيستخدموا السيارات الصغيرة من وإلى المطار. طبعا هناك البعض الآخر بيستخدم وسائل نقل أخرى، يعني ممكن يستخدم الباصات ممكن يستخدم التاكسي، الآن مؤخرا صار ممكن يستخدم أوبر وكريم، وممكن أيضا إذا كان في خدمة القطارات موجودة على المطار زي ما هو بعض الدول زي مدينة شيكاغو مثلا، في هناك محطة للقطار ضمن شبكة القطارات الموجودة في المدينة تصل إلى المطار، فإذا حسب أنظمة النقل الموجودة يتم استخدامها من قبل الركاب، إلا أن وجدوا حسب الدراسة اللي عملت أنه أكثر من النصف تقريبا بيستخدم السيارات الخاصة، فالآن السيارات الخاصة هذه لابد أنه يوفر لها مواقف في منطقة التيرمينال أريا. Parking spaces should be within 300 to 400 feet from terminal building, maximum of 1000. إذا بيحكي لنا إنه لما نصمم مواقف السيارات، الموقع اللي بنحط فيه المواقف لازم يكون مسافة المشي تقريبا ما بين 300 إلى 400 قدم، وممكن إنه نسمح حد أقصى لغاية 1000 قدم، المفروض ما يكون الموقف بعيد عن المبنى، وعادة يعني يتم تقسيم منطقة المواقف إلى أكثر من منطقة أو إلى أكثر من يونت، اليونت القريبة من المبنى مباشرة تخصص للركاب ولمن يأتي أيضا لإيصال الركاب أو أخذهم من وإلى المطار، يعني المناطق القريبة جدا من المبنى الملاصقة للمبنى تترك للركاب ولمن يقدم الخدمة خدمة النقل للركاب، والمناطق الأبعد قليلا يتم تركها للموظفين اللي بيشتغلوا في المطار، لان هذول بالنسبه لهم بيجي بترك سيارته لمده طويله، طول مده الشفت تبعه
فترة الدوام تبعه في المطار، بترك سيارته في الموقف، وبالتالي ما في داعي تكون الموقف ملاصق لمبنى المطار. عادة يتم وضع مواقفهم بعيد شوية عن المبنى، وبيتم تأمين شتل باص ينقل هؤلاء الموظفين ما بين الموقف وما بين المطار. وهذا مطبق عندنا في مطار الملكة علياء الدولي. بتلاحظ انه المواقف الملاصقة للمبنى مباشرة فهذه كلها متروكة للركاب ولمن يأتي لتوصيل او لاخذ الركاب، وكذلك للباصات العمومي اللي بتيجي بتشتغل على هذا ايضا الخط، خط المطار، باصات الفنادق، باصات الشركات المتخصصة في نقل ركاب المطار وغيره، وبالإضافة أيضا لسيارات تاكسي المطار. أيضا تاكسي المطار له منطقة مخصصة للوقوف مباشرة أمام مبنى المسافرين. بالنسبة للموظفين في حالة مطار الملك علياء الدولي، في هناك موقف بعيد شوية عن المطار، عن مبنى المسافرين في المطار، وهذا الموقف بيخدم فئتين، بيخدم فئة الموظفين اللي هم بيشتغلوا داخل المطار، بحيث أنه بترك سيارته في هذا الموقف وبروح بداوم، وفي نهاية الدوام بيرجع بأخذ سيارته وبيمشي. وايضا نفس الموقف بيخدم فئه اخرى، وهي بسموه موقف المبيت في مطار الملك علياء الدولي، اللي بده يترك سيارته لعدد من الايام، بده يتركها لمده ليلتين، 3 ليالي، 4 ليالي، حسب مده السفر. بعض الناس اللي بيسافر لمده قصيره، رجال الاعمال بيسافر لمده يومين او 3، فممكن يجيب سيارته ويتركها في المطار لمده يومين او 3، وثم لما يرجع من السفر بياخذ سيارته وبيروح، ما في داعي حد يجي يوصله ورد يجي مره ثانيه ياخذه من المطار. فهذا الموقع بيخدم الموظفين وبيخدم ايضا سيارات المبيت اللي بتظل موجوده لعدد من الايام، ومخدوم هذا الموقف بشتل باص، يعني في باص بروح وبيجي بشكل مستمر على المطار، يعني تقريبا كل 5 إلى 10 دقائق بيطلع باص، طبعا باص كوستر صغير، وانا استخدمته يعني عده مرات في سفرياتي باعمال الكونسلتنج في السعوديه، كنت اسافر لمده قصيره يوم يومين 3، فكنت اترك سيارتي في هذا الموقف ونستخدم الشاتل باص بالرحلتين، رحله الذهاب من الموقف الى المبنى، مبنى المسافرين، والعوده ايضا من مبنى المسافرين الى هذا الموقف، والباص شغال 24 ساعه، يعني اي وقت بتروح او بتيجي بالنهار، بالليل، باوقات متاخره من الليل بيكون هذا الشاتل باص شغال وبيخدم الفئتين اللي حكيت عنهم، فئة الموظفين وفئة اللي بيوقف سيارته لمدة طويلة. أيضا من النقاط اللي ممكن نراعيها في تصميم مناطق الوقوف اللي هي المالتي ليفل باركينج ستراكتشرز ار يوزد، انه نستخدم نظام الطوابق في الموقف للسيارات. فائدة نظام المواقف انه بيقلل من المسافات الأفقية اللي ممكن يضطر السائق، سائق السيارة بعد ما يوقفها، انه يمشي ما بين المبنى وما بين التيرمينال اريا او ما بين التيرمينال بيلدينج، فهو بيترك سيارته في طابق معين من طوابق هذا المبنى، ثم ممكن يستخدم الاليفيتر او الدرج، بينزل عموديا او بيطلع عموديا ثم بيمشي مباشرة الى مبنى التيرمينال بيلدينج. يعني شفت من هذا النظام في عدد من المطارات، منها على سبيل المثال مطار أوهير شيكاغو، كان في مباني، مجموعة مباني لمواقف السيارات كان فيها 7 طوابق على ما أذكر في ذلك الوقت، هذا الكلام في التسعينات من القرن الماضي أيام ما كنا ندرس دكتوراه في أمريكا، فكان في المبنى الواحد مكون من 7 طوابق، فتترك سيارتك في الطابق اللي بدك إياه حسب ما بتلاقي طبعا فراغ لوقوف السيارة، وثم عموديا تتنقل بين الطوابق، وبعد ذلك بتاخذ الطابق اللي مباشرة بياخذك أفقيا إلى التيرمينال بيلدينج. الفائدة زي ما قلنا لهذا النظام أنه أنت المسافة الأفقية بتمشيها بتكون قليلة، لأنه أغلب التوزيع بيكون توزيع عمودي، وبالتالي هذا يقلل من مسافات المشي الأفقية. البديل أنه أنا الموقف يكون كله عبارة عن ساحة واحدة، ما يكونش عندي نظام الطوابق العمودية، فمعنى ذلك أنه في الجزء البعيد من الموقف حيكون يحتاج إلى مسافة مشي كبيرة حتى نوصل ما بين طرف الموقف البعيد وما بين منطقة التيرمينال اريا، فنستبدل هاي المساحة الكبيرة اللي هي في الأصل في الغالب بتكون غير متوفرة أصلاً، أيضاً تضيع للمساحات، فأوفر لي أنا أنه أطلع بمبنى عمودي من أنه أضيع مساحات كبيرة داخل المطار تروح فقط على شكل مواقف سيارات. باركينج يوزرز، الفئات اللي بتحتاج مواقف داخل المطار في منطقة المطار،
اللي هو الباسنجرز، الركاب، زي ما ذكرنا قبل قليل احيانا الركاب بيجوا بسياراتهم بانفسهم، خاصه اللي بده يبيت سيارته يتركها لعدد من الايام، بزنس مان بده يسافر لمده ايام محدوده ويرجع ياخذ سيارته بتركها في المطار. الفيزيتورز برينجينج باسنجرز، الناس اللي بيوصلوا المسافرين، طبعا اما توصيل او بياخذهم من المطار من والى، فهذول برضو بحاجه لمواقف مؤقته، يترك سيارته لمده ساعه ساعتين لغايه ما ينهي عمليه التوصيل او الاخذ الشخص اللي قادم من المطار. الامبلويز الموظفين ايضا بتهم مواقف لسياراتهم، حكينا عنهم بالسلايد السابق. البزنس كولرز، اصحاب الاستثمارات المختلفه، المحلات المختلفه، المحلات التجاريه اللي عنده محل تجاري داخل المطار، عنده مثلا مطعم، عنده سوق بيبيع مثلا عطور الى اخره، فكل هذه الخدمات اللي ايضا اصحابها واللي بيشتغلوا فيها بحاجه الى خدمات نقل. الرنتال كارز اند تاكسز، سيارات تاجير السيارات اللي هي مكاتب تاجير السيارات الرنتال كارز، وهذه يعني براكتس موجوده تقريبا في معظم المطارات خصوصا المطارات الكبيره، انه بيكون في سيارات للتاجير، فانت من داخل مبنى المسافرين بيكون في شركات موجوده بجانب بعضها، كل واحده لها كاونتر مخصص لها، تستاجر السياره ثم موظف من الشركه بيامن لك السياره لباب التيرمينال اريا، بتاخذ السياره وبتمشي فيها، وهي خدمه ايضا متميزه لانه الشخص اللي بيجي من برا وما عنده حد يستقبله او ما بده حد يستقبله، بده هو يعتمد على نفسه، فهو عمليا من لما يوصل المطار بيستاجر السياره لغايه ما يخلص التريب تبعته، خصوصا اذا كانت مدتها مؤقته قصيره، بده يقعد له اسبوع مثلا في الاردن، واحد جاي عنده شغل في الاردن لمده اسبوع، فهو انسب طريقه له انه يستاجر سياره من المطار وبتنقل داخل الاردن لمده الاسبوع كامل تبعه، وثم بعد ذلك بيرجع السياره للمطار وبيسافر، وبهيك بكون يعني عمليه فيري فليكسبل وفيري كونفينينت بالنسبه له. الخدمة هي موجودة تقريبا في معظم المطارات في العالم. أيضا التاكسي الخاص في المطار، وهذا أيضا برضو من الخدمات الموجودة في تقريبا كل المطارات العالمية، في شيء اسمه تاكسي المطار، وهو مشابه للتاكسي الأصفر لكنه خاص في المطار، اللي عندنا في الأردن موجود طبعا أمام المطار مباشرة، وانت بس تطلع، مجرد ما تطلع من التيرمينال بيلدينج تجد عندنا مسرب كامل لهذه السيارات، سيارات تاكسي المطار بتكون واقفة وتنتظر الركاب وبتوصل الركاب من المطار إلى المكان اللي هو رايح له داخل الأردن. طبعا هاي التاكسي بتشتغل one way، يعني مسموح له ينقل فقط من المطار، لكن ممنوع ينقل ركاب من الأماكن الأخرى باتجاه المطار، هو يخدم فقط one way، وهذا يفسر ليش الأجرة تبعته عالية نسبيا، لأنه هو بتحاسب أنت قاعد على one way لكنه عمليا بده يوصلك ويرجع، فهو التو تريبس اللي بيعملهم ذهابا وإيابا بدك تحملهم على تكلفة رحلة واحدة لرحلة الذهاب، ولذلك دائما تاكسي المطار أجرة التنقل بالنسبة له تعتبر عالية نسبيا، وهذا ليس فقط في الأردن وإنما في كل دول العالم، أجرة التاكسي المطار دائما بتكون غالية نسبيا. Spaces for employees can be far by providing shuttle buses، إذا أماكن الوقوف للموظفين ممكن تكون بعيدة عن المبنى، ونوفر باصات لنقل هؤلاء الموظفين، وشرحنا بسلايد سابق عن هذه الجزئية ووضحنا كيف أنه الموظف اللي بوقف سيارته لمدة طويلة مش من الحكمة أنه تكون سيارته واقفة قدام المطار مباشرة، وهذا المكان أولى أنه يستثمر للركاب وللي بيوصلوا الركاب، وبالنسبة للموظفين الأصل أن يكونوا بعيد نسبيا عن المطار، وثم من أمن له باصات تنقله في بدايات ونهايات الدوام توصلوا من وإلى الموقف. Vehicle circulation، حركة السيارات في منطقة المطار. نظام التخطيط حركة السيارات بيكون عادة counter clockwise بعكس عقارب الساعة، بنظام الـ one way باتجاه واحد، الحركة تكون باتجاه واحد، و no at-grade intersection، وبدون أي تقاطعات أرضية، يعني ما بيكونش عندي إشارات ضوئية تنظم الحركة داخل منطقة اللي هي مبنى المسافرين، أمام مبنى المسافرين، وهذا بالفعل متبع بالنسبة لنا في مطار الملكة علياء الدولي، بتلاحظ إنه في عندنا طريق بحركة واحدة وهو معمول على شكل شبيه باللوب. هذا اللوب تبدأ بمستوى أرضي وثم بترتفع تدريجيا
إلى أن تنتقل إلى المستوى العلوي، وبالتالي السيارات اللي بدها تنزل ركاب تستخدم هذا الجسر العلوي. ولاحظ انه فائده انه يكون عندنا الحركه بون واي وباتجاه الكاونتر كلوكوايز بعكس عقارب الساعه، انه لما توقف السياره امام المبنى بدك تنزل الركاب تنزلهم من جهه اليمين مباشره، بينزلوا على الرصيف وبيدخلوا على المبنى. تخيل لو كانت العمليه عكسيه، لو كانت الحركه كلوكوايز، السيارات كانت جايه بالاتجاه الاخر، فحينزل الركاب على الجهه اليمين، حيضطر الراكب بهاي الحاله يقطع الطريق حتى يدخل على المبنى. لكن لما خلينا السياره تيجي كاونتر كلوكوايز بعكس عقارب الساعه، لما بنزل الراكب على الرصيف مباشره بدخل من الرصيف الى المبنى، ما بضطرش انه يقطع الطريق حتى يوصل الى مدخل المبنى. طبعا بتلاحظ انه الجسر عندنا العلوي يخدم فقط في الاردن، بيخدم عندنا بمطار مطار الملك علياء الدولي، بيخدم فقط اللي هم المغادرين، بينما القادمين بيكونوا بالمستوى الارضي تحت هذا الجسر، فبيخرجوا مباشره من المبنى الى المستوى الارضي، وهناك يجدوا سيارات تاكسي المطار والباصات اللي بتخدم الفنادق وغيرها، واذا بيكمل بقطع الطريق مباشره بوصل الى الموقف المخصص للناس اللي بيجوا يستقبلوا الركاب في هذه المنطقه. واذا كان تارك سيارته في الموقف البعيد، في باص بيوقف هون ايضا في هذه المنطقه مباشره امام التيرمينال بيلدينج، فبيركب في الباص وبروح على الموقف البعيد، موقف المبيت اللي سميناه موقف المبيت، وبياخذ سيارته وبيغادر منطقه المطار. كيرب باركينج should be provided for pick up and drop off. إذن لازم تخصص منطقة أمام المبنى لتحميل الركاب وتنزيل الركاب، وهذا موجود في الطابقين، في الطابق المخصص للمغادرين والطابق المخصص للقادمين، يعني سواء القادمين أو المغادرين أمام المبنى مباشرة في منطقة لتنزيل الركاب وتحميل الركاب. وبنعرف أنه عندنا حسب النظام في مطار الملك علياء الدولي، بالنسبة للمغادرين تستطيع السيارات الخاصة أنها تدخل على الطابق العلوي ومعها لغاية 10 دقائق فري، ما بتدفعش أي فلوس مقابل الدخول إلى هذه المنطقة، منطقة تفريغ وتحميل الركاب، البيك أب أند دروب أوف. فهو بنزل الراكب والمفروض ما ينتظر، مباشرة بيمشي وبيخرج من هذه المنطقة. إذا تأخر وقرر أنه ينتظر قليلا يساعد الشخص اللي نزل بشنتاته، يفوتهم معاه على المطار، ترتب على ذلك انه تجاوز المده المسموحه، فبهي الحاله لما بيجي يطلع من المنطقه فراح يضطر يدفع اجره عاليه جدا على هذه الساعه اللي تاخرها، او على هذه الربع ساعه او الثلث ساعه او النصف ساعه او الساعه اللي تاخرها داخل هذه المنطقه. يعني فقط المنطقه هذه مخصصه للدروب اوف، لتفريغ السياره من الامتعه، ومن انه ينزل ايضا الراكب نفسه من السيارة بشكل سريع ويكمل لوحده، مش مطلوب منك انت كسائق سيارة انه تساعد بأي شيء بالانتقال الى داخل المطار، بتروح بتوقف السيارة في المكان المناسب وبترجع بعد ذلك تستطيع انك تكمل مع هذا الشخص اللي انت وصلت له. Terminal apron space requirements. قلنا الابرون هو بيكون من الجهة الثانية بالنسبة للتيرمينال بيلدينج، يعني من الجهة اللي من جهة المدينة التيرمينال بيلدينج بيكون ما يخص السيارات كمواقف وغيره. الجهة الأخرى الآن من جهة المطار من الداخل بتكون مخصصة لوقوف الطائرات اللي هي بنسميها الابرون اريا. الابرون اذا it is an area for parking of aircrafts، اذا هي منطقه مخصصه لوقوف الطائرات. size of gate positions depends on the size and maneuverability of aircrafts، اذا الحجم وعدد المواقع تاعت الجيتس اللي هي البوابات اللي بتربط بين الطائره وبين المبنى بتعتمد على خصائص الطائرات اللي بتستخدمها من حيث الحجم ومن حيث ايضا قدرتها على المانوفرابيلتي، والمانوفرابيلتي مقصود فيها اللي هي الحركه الموضعيه، انها تغير اتجاهها للامام للخلف، تعمل تيرنينج لليمين تيرنينج لليسار بحيث انه تاخذ الوضع المناسب بالوقوف امام التيرمينال بيلدينج من لاغراض تفريغ الركاب او تحميل الركاب من المبنى.
number of gate أو stand positions نفس الاسم الجيتس اللي هي عدد المواقع تاعت البوابات اللي بيكون على شكل خرطوم في الغالب بيطلع من المبنى وبيربط مع باب الطائرة برضو ممكن نسميه stand اللي هي منطقة وقوف الطائرة أمام المبنى عند البوابة فهذا بيعتمد على the peak volume of aircrafts to be served إذا اللي هو الحجم عدد الطائرات في أوقات الذروة عدد الطائرات الديماند بعدد الطائرات في أوقات الذروة اللي بدنا نخدمها at the same time من قبل نفس المبنى فبدي يكون عندي عدد من البوابات اللي تكفي لذلك العدد من الطائرات How long each aircraft occupies a gate position أيضا قديش المدة الزمنية اللي بتستغرقها كل طائرة في عملية اللي هو تحميل وتفريغ الركاب عادة في الغالب الطائرات أول ما توصل بتفرغ الركاب بداية الموجودين على متنها ثم بعد ذلك تقوم بتحميل الركاب الجدد للذهاب إلى في رحلة أخرى هذا طبعا إذا كانت الطائرة عندها مجدول إلها سكيجول لرحلتين رحلة قدوم ورحلة مغادرة وراء بعض مباشرة أحيانا ممكن الطائرة تضطر تنتظر في المطار لمدة معينة ثم بعد ذلك تقوم بتحميل الركاب فبهذه الحالة الطائرة راح تغادر موقعها يعني ما راح تظل واقفة تستنى لليوم التالي حتى تحمل الركاب لا هي بتنزل الركاب بتغادر موقعها بتروح إلى مكان تخزين الطائرات انتظار الطائرات وثم في اليوم التالي تأتي بموعد تحميل الركاب وبتقوم بالتحميل من البواب وثم تغادر المطار Gate occupancy time depends on الوقت اللي بتستغرقه الطائرة بالوقوف أمام البوابة هذا الوقت بيعتمد على أولا type of aircraft نوعية الطائرة طبعا لما نتكلم عن نوعية الطائرة برضه بهمنا بشكل رئيسي حجمها وعدد الركاب الموجودين فيها كل ما كان العدد أكبر كل ما كان يتطلب ذلك وقت أطول لتحميل وتفريغ الركاب number of passengers إذا عدد الركاب الموجودين داخل الطائرة الأماونت أوف باجج كمية الأمتعة أيضا الأمتعة أيضا تستغرق وقت في عملية تفريغها أو تحميلها من وإلى الطائرة الماجنتيود أند نيتشر أوف أذر سيرفيسز ريكوير في خدمات أخرى ترافق عملية وقوف الطائرة أمام البوابة خصوصا إذا كانت الطائرة قادمة من رحلة قدوم ثم الآن راح تفرغ ركاب تحمل ركاب مباشرة وتغادر لما يكون الوقت هذا قصير لمكوس الطائرة داخل المطار ثم يتلوها مغادرة في هناك خدمات معينة ممكن تضطر الطائرة سريعا انه تتعامل معها اثناء وقوفها وبالتوازي مع تفريغ الركاب وتحميل الركاب زي مثلا مجرد ما تتفرغ من الركاب فورا بيتم عملية تنظيف سريعة للطائرة انه بعد ما فضيت من الركاب فورا تنظف بشكل سريع قبل ما يتم ادخال الركاب الجدد لها ايضا التموين الوجبات الطعام وغيره اللي لابد تكون في داخل الطائرة أيضا تغيير الطواقم إذا كانت الطائرة حيترتب عليها تغيير الطواقم من كباتن ومضيفين ومضيفات وإلى آخره وأيضا مثلا خدمات التزود بالوقود أيضا إذا الطائرة كانت بحاجة إلى تزود بالوقود الرحلة اللي كانت قادمة منها طويلة والرحلة القادمة أيضا حتكون طويلة بهذه الحالة ممكن يكون في تزود بالوقود داخل المطار أما إذا كانت الرحلتين قصيرات رحلة داخلية مثلا قادمة منها واللي هتروحها أيضا رحلة داخلية والثنتين لمسافات مش كثير بعيدة ممكن الوقود يكون كافي للرحلتين بدون ما يكون في إعادة تزود بالوقود إذن كل هذه الخدمات وأيضا بيكون في كويك تشيك اب على الطائرة نتأكد أنه فيش فيها أي خلل أو أي إشكاليات فنية بشكل سريع طبعا بيكون على شكل سريع للتأكد من الأمور الـ overall is okay ما فيش أي شيء بحاجة في ألارم بيعطي ألارم على أنه في تحذير من مصدر خطورة معين موجود في الطائرة بتكون صيانة سريعة وليست صيانات تفصيلية الصيانات التفصيلية تحتاج إلى وقت وبالتالي لابد أن تكون الطائرة تنتظر داخل المطار لمدة طويلة نسبيا الـ efficiency of apron personnel الآن الموظفين اللي بيشتغلوا وبتعاملوا مع كل هاي الخدمات المختلفة اللي حكينا عنها اللي بتخص الطائرة ومن ضمنها موضوع الأمتعة تفريغها وتحميلها فلا شك أنه كفاءة هؤلاء الموظفين بتأثر على الوقت اللي بتستغرقه الطائرة كل ما كانت الكفاءة أعلى كل ما كان ذلك بيعني وقت أقل لمكوث الطائرة أمام بوابة المسافرين لتفريغ وتحميل الركاب Required number of stands
طبعا عدد المواقف اللي بتحتاجها الطائرة أو الطائرات بشكل عام أمام المبنى، يعني كم من جيت، كم بوابة يكون عندنا أمام المبنى، N تساوي VT over U where V design our volume for departures or arrivals بالايركرافت بير اور، اذا عدد الاوبريشنز كديبارتشرز او كارايفلز بير اور، فكم بيكون عندنا عددهم. وايضا التي تمثل الويتد مين ستاند اوكيوبنسي ان اور، بمعنى انه قديش معدل الوقت اللي بتستغرقه الطائره داخل هذه المنطقه بالانتظار بوحده الساعه. واليو تمثل utilization factor اللي هو مدى كفاءة النظام 60% 80%، إذا الرينج يتراوح ما بين 60 إلى 80% where stands are shared، لما تكون الستاندز يتم استخدامها من قبل أكثر من طائرة، وبالتالي بيكون في عندها نسبة الكفاءة ليها بتكون أقل من واحد، أقل من 100%. إذا نستخدم هذه المعادلة لتحديد عدد الستاندز، عدد الجيتس اللي ممكن احنا نحتاجها تقدم الخدمة بالتوازي لعدد من الطائرات بنفس الوقت. ايضا حسب اليوروبيان ستاندردز، المواصفات الاوروبية، required number of stands n equal mq في t where m is the design hour volume for departures or arrivals اللي هي aircraft per hour، والكيو تمثل the proportions of arrivals to total movements، إذا نسبة الـ arrivals إلى total movements إلى مجموع الحركات اللي هي both arrivals and departures، يعني total movements تشمل both مجموع الـ arrivals والـ departures. الـ T اللي هي الـ mean stand occupancy in hour، قديش معدل وقت الانتظار داخل هذه الـ gate أو الـ stand position بالساعة. فيوتشر ستاندز، عدد الجيتس او عدد الستاندز اللي ممكن نحتاجها بالمستقبل، طبعا هذه كلها عباره عن بوابات متوازيه داخل المطار، كم ممكن نحتاج في المستقبل؟ نستخدم هذه المعادله الفيوتشر ستاندز تساوي البريزنت ستاندز اللي هي عدد الستاندز الحاليه ماينس 2 ضرب الفيوتشر نمبر اوف باسنجرز، عدد الركاب المستقبليين المتوقع طبعا حسب الدراسات اللي بنكون عاملينها عن المطار، مقسوم على الـ present passengers عدد الركاب الحاليين الكل plus 2، فبيعطيني هذا total number of future stands. ليش ضروري نعرف هذا هذه المعلومة؟ حتى يكون في عندنا ضمن الـ space الموجود في المبنى يكون تاركين احنا فراغات، بحيث انه نستطيع نعمل توسع مستقبلي لاستيعاب هذه الـ future stands. اذا يترك فراغات إما داخل المبنى نفسه أو يترك مجال للإكستنشن في المبنى أيضاً، إنه نتوسع نضيف لأجزاء جديدة في المبنى حتى نقدر ننشئ مثل هذه الـ new gates in the future. Aircraft parking configurations، بالنسبة لطريقة الوقوف تاعت الطائرة أمام المبنى، nosed in, nosed out, parallel و angled. وبنشوف هذه الأنظمة تحت في الرسم اللي أمامنا. البارالل بتكون واقف الطائرة بشكل موازي للمبنى، النوز إن بيكون مقدمة الطائرة باتجاه المبنى، والتيرمينال نوز أوت العكس بيكون عندنا مؤخرة الطائرة هي اللي باتجاه المبنى، والأنجلد نوز إن بتكون بشكل مائل مع مقدمة الطائرة باتجاه المبنى، وانجلد نوز اوت بتكون بشكل مائل مع مؤخرة الطائرة هي اللي باتجاه المبنى. طبعا اللي بيحدد عادة طريقة وقوف الطائرة امام المبنى هو موقع البوابة تاعت المسافرين او البوابات اذا كانت الطائرة كبيرة ولها عدد من البوابات، فموقع البوابات داخل الطائرة اللي حتستخدم للتعامل مع الركاب، تنزيل وتحميل الركاب، وايضا موقع الخرطوم اللي حنستخدمه للربط مع المبنى نسبة إلى منطقة الوقوف أيضا داخل التيرمينال إيريا داخل الأبرون. فهذه كلها العوامل الثلاثة مع بعض، الخرطوم، موقع البوابة، ومنطقة الوقوف، تحدد شو هي أفضل آلية لوقوف الطائرة لأعلى كفاءة ممكنة بالتعامل مع
ربط الطائرة مع المبنى من أجل تفريغ الركاب أو تحميل الركاب من وإلى الطائرة. التيرمينال بيلدينج سبيس شود بي بروفايدد فور، داخل نفس المبنى الآن، مبنى المسافرين، سبيس شود بي بروفايدد فور، أولاً فاسيلتيز فور باسنجرز، مرافق تخدم الركاب أنفسهم، مثل التيكت سيلز، مبيعات التذاكر، الويتنج أرياز، مناطق الانتظار، الباجج تشيكينج اند كليمينج، اللي هي مناطق اللي هي الكاونترز اللي من خلالها بتعمل تشيك ان، بتسلم الامتعه حتى تنقل الى الطائره، اند كليمينج ايضا اذا الشخص ضيع شنطته اغراضه داخل المطار في منطقه مخصصه للاعلان عن اي شيء فقدته داخل المطار. السكيورتي ايضا الامن، بيكون في هناك رجال امن للمحافظه على امن المطار. الفلايت انفورميشن، معلومات عن رحلات الطائرات، بيكون هناك شاشات باحجام مختلفه موزعه على مناطق المبنى بحيث المسافر وهو بيمشي داخل المبنى يستطيع انه يرى مواعيد الرحلات سواء كان للقادمين او للمغادرين. التليفونز ايضا، مش كل الناس ممكن يكون معهم موبايلات وبالتالي لابد يكون في عندنا خدمه الهاتف ايضا موجوده داخل المطار، تستطيع انك بالاجره تستخدم اما الكاش أو تستخدم البطاقة الكريدت كارد حتى تستخدم هذه التليفونات للاتصالات المختلفة. الجيفت شوبس أيضا، محلات مبيعات الهدايا. الكار رينتلز حكينا عنها، سيارات التأجير. الميديكال سيرفيسز، خدمات الطبية طبعا لأغراض الطوارئ، لأنه زي ما حكينا المطار هو عبارة عن مدينة مصغرة وبالتالي كثافة حركة البشر بداخل المبنى قد يحصل بعض الإميرجنسيز اللي تستدعي وجود أطباء وممرضين يستطيعوا أن يقدموا الخدمات الطبية الأساسية. هوتيلز أيضا وموتيلز، طبعا كلاهما فنادق لكن الهوتيلز بتكون بحجم كبير، فيها خدمات فندقية متكاملة قد يكون 4 نجوم أو 5 نجوم أو غيره، لكن الموتيلز اللي هي بتكون فقط للمبيت ما فيش فيها خدمات فندقية بمستوى عالي، يعني لا بتكونش حتى مصنفة بنظام الستارز تبعت الفنادق انه خدمة 3 نجوم او 4 نجوم او 5 نجوم، بيكون يعني اشبه بفندق بون ستار يعني، او اشبه بشقق المفروشة بحيث انه فقط تؤمن مكان للمبيت وقد يكون فيها كافتيريا صغيرة لتأمين الاشياء الاساسية، لكن لا يكون فيها خدمات فندقية متكاملة كما هو الحال بالهوتيلز. فهذه سواء كانت الهوتيلز او الموتيلز ممكن تكون موجودة داخل المطار. طبعا الاجرة، اجرة استخدام الموتيل بتكون اقل بكثير من الهوتيل، وهذا يفسر وجود الموتيلز في كثير من الدول، طبعا ليس فقط في المطارات، الموتيلز ممكن تكون موجوده ايضا على الطرق الخارجيه، الناس اللي بيسافروا لمسافات بعيده، يعني في امريكا كانت مشهوره جدا الموتيلز على الطرق الخارجيه ما بين المدن على المسافات المتباعده، فالشخص المسافر بده مكان يبات فيه لمده ليله ثم يكمل سفره، فالموتيلز هي انسب مكان، بتكون قريبه جدا من الشارع الرئيسي وايضا بتكون اجرتها متواضعه نسبيا، لان انت مش بحاجه لاي مرافق، بدك فقط غرفه تنام فيها، ممكن تحتاج لمطعم صغير تاكل لك فيه وجبه وثم ثاني يوم الصبح تصحى تاخذ شاور وتمشي من هذا الموتيل، فلذلك بتكون اجرته رخيصه. يعني اذكر ايام ما كنا في امريكا كانت الاجره للموتيل بحدود ال 20 دولار، يعني بتاخذ غرفه كويسه مريحه بتنام فيها وبتكمل سفرك ثاني يوم، 20 دولار nothing يعني، تقريبا تحكي عن بحدود ال 14 دينار اردني، بينما الهوتيلز اسعارها طبعا حسب الستارز بتكون عاليه، يعني بتكلم عن ارقام اكبر بكثير من هذا الرقم تبع الموتيل. الريستورانتس ايضا، مطاعم داخل المطار، المطار قلنا في ميزه انه في كثير من الناس بيضطر ينتظر، سواء الشخص القادم بينتظر لغايه ما يقدر يطلع من المطار او حد يستقبله في المطار اذا تاخروا عليه مثلا، اللي بده يسافر بينتظر لغايه ما يجي موعد الطائره، وايضا ركاب الترانزيت، الناس اللي بيضطروا ينتظروا لساعات واحيانا ممكن يباتوا ايضا داخل منطقه المطار حتى يجي موعد الرحله اللاحقه، فهؤلاء بحاجه الى كم من الخدمات اللي ممكن نوفر لهم اياها واللي من ضمنها طبعا اللي هو موضوع المطاعم. الباربرز ايضا، الشخص اللي بده يحلق بهذا الوقت اللي قاعد بيقضيه داخل المطار فرصه ايضا يستفيد من وقته، خاصه الناس اللي فيري بيزي مشغولين جدا، فعنده هذا الوقت اللي استنى فيه بالمطار بيفكر كيف يستثمر وقته وما يضيعه، فبالتالي قد انه يفكر بمثل هذه الخدمات. الشوبس، محلات بانواعها المختلفه سواء كانت للهدايا او غيره.
aircraft operations ايضا عمليات الطائرات من communication centers مراكز اتصال operation rooms for crews غرف لخدمات طواقم الطائرات للانتظار ولايضا تحضير انفسهم قبل وبعد الرحلات ايضا الثلاثة الايربورت operations and maintenance نميز ما بين الايرلاينز وما بين الايربورتس وما بين الايركرافت فالايركرافت اللي هي الطائرات الايربورت المطار نفسه والايرلاينز اللي هي الخطوط الشركات اللي بتمتلك الطائرات اللي بتقوم بنقل الركاب بالنسبه للايربورت اوبريشنز اند مينتيننس الجهه اللي تقوم باعمال الصيانه والتشغيل للمبنى نفسه واللي هي في الغالب بتكون اما نفس المالك الاونر للمطار او بيكون عامل عقود صيانة مع شركات متخصصة للقيام بمثل هذه الأعمال وهذه ليس لها علاقة بالإيرلاينز اللي هي الخطوط الجوية فالخطوط الجوية شيء وشركة المطار أو الشركات اللي تقدم خدمات المطار فنتكلم عن شيء آخر تقوم هذه الجهة بالإير ترافيك كنترول متابعة التحكم بحركة الطيران الجوية Ground Traffic Control حركة الطائر على الأرض بتعطيها تعليمات قبل وبعد الإقلاع والهبوط Airport Administration إدارة المطار بكل مرافقه أيضا FAA Offices المكاتب الحكومية اللي تراقب سلامة الطيران والشروط اللي لابد من اتباعها Airport Maintenance اللي هي صيانة المطار نفسه كمبنى وكمرافق الفاير بروتكشن ايضا بيكون في دائما مركز للدفاع المدني لاغراض اطفاء الحريق لانه معروف انه المطار حساس جدا لو لا سمح الله اي طائره خرجت عن مسارها او كان في عندها اشكاليه اثناء الصعود او خلل فني اثناء الهبوط فقد يحتاج ذلك الى احتياطات من الدفاع المدني بحيث انه يمنع نشوب حريق واذا وقعت الحريق بحيث يقوم باطفائها باسرع ما يمكن لتقليل الخسائر اللي ممكن تحصل لا سمح الله اليوتيليتيز الخدمات المختلفة من خطوط كهرباء خطوط مياه خطوط اتصالات داخل المطار سواء كان في المبنى أو كان في المرافق التابعة للمبنى أو في المواقع المختلفة داخل المطار من تاكسوي من أبرون من أماكن صيانة إلى آخره فكل هاي الأنواع المختلفة من الخدمات لابد يكون في تنظيم إلها بشكل مناسب Design considerations, terminal building should be flexible for future expansion. إذا لازم تكون تصميم المبنى عنصر مهم جدا لإمكانية التوسع المستقبلي لأن المطارات استثمار ضخم وما بدنا لما المطار يصير غير كافي نقول شيل المطار وحط مطار ثاني مكانه. لا المفروض أنه نصمم المطار بحيث أنه يتم الاستفادة منه لأطول مدة ممكنة وفي المستقبل لما يكون غير كافي نقدر نعمل توسعة اللي نخليه يصير كافي والتوسعة هاي تتم ضمن مساحات احنا اوريدي موفرينها ضمن تخطيطنا وتصميمنا لمواقع المطار وحتى المباني اللي يتم انشائها بدنا اياها تكون ايضا قابلة لاعادة الترتيب والتنظيم مستقبلا زي ما حكيت سابقا في سلايد اخر انه نلجأ مثلا الى يكون عندنا البارتيشنز يوزنج بارتيشنز بدل ما نستخدم الجدران الكونكريت الثابت اللي يصعب جدا انه نغير فيها بالمستقبل الا بالهدم فالبارتيشنز بسهوله ممكن تفكها وتعيد تركيبها باي شكل اخر بدك اياه ايضا ممكن نراعي انه يكون عندنا ستيجد ديزاين انه اصلا التصميم نفسه يصمم على مراحل بقول انا المرحله الاولى بنفذها الان المرحله الثانيه مثلا بعد 10 سنين المرحلة الثالثة مثلا بعد 20 سنة وهكذا بنكون عاملين دراسة مسبقا عن شو التوقعات المستقبلية الـ expected future demand على المطار ومن لكل مرحلة بنحط وين التوسع اللي بنعمله بهذا المطار يعني ممكن أكون أنا حتى التوسع المستقبلي already أنا عامل له تصميم منذ الآن ولو أن التصميم اللي على المدى البعيد ممكن يخضع للتغيير مستقبلا لكن جيد أن يكون موجود على الأقل حتى نراعي متطلباته ضمن المراحل الأولى Use multi-level building for passenger circulation إذن لسهولة تحرك الركاب داخل مبنى المطار يفضل دائما نلجأ إلى الطوابق وفي أغلب المطارات إذا مش كلها بيكون دائما عندنا المطارات الكبرى طبعا اللي هي الهب ايربورتس بتكون طوابق وليست بمستوى واحد
بحيث انه في الغالب اذا كان نتكلم عن طابقين فقط بيكون عندنا طابق مخصص للمغادرين وطابق مخصص للقادمين. فبهذه الطريقة بترفع كفاءة الاستفادة من مبنى المطار، وكذلك بتسهل حركة المسافرين أنفسهم ما بين الطوابق، بحيث أنه ينتقل من المسافرين إلى المغادرين كل ما في الأمر بياخذ إليفيتر أو بياخذ درج للانتقال من طابق إلى طابق. لكن لو كان النقل أفقي راح يضطر يقطع مسافات طويلة حتى يوصل من منطقة إلى منطقة أخرى. أيضا الموظفين بيشتغلوا داخل المبنى، أيضا سهل جدا عليهم ينتقلوا من طابق إلى طابق إذا كان بنظام الطوابق، أما الانتقال الأفقي لمسافات بعيدة فهذا قد يكون عبء وعائق أيضا أمام كفاءة حركة الموظفين. في نهاية الشابتر نلقي الضوء على يعني سكيماتيك دروينج للمكونات الرئيسية للمطار. طبعا هذا تم تبسيط المكونات بشكل رئيسي بس حتى نشوف الأجزاء اللي حكينا عنها كثيرا في المحاضرات السابقة، اللي هي بشكل رئيسي من الأسفل نبدأ عندنا الرنوي والمدرج اللي عليه بتنزل أو بتطلع من وإلى المطار الطائرات. فالرنوي زي ما قلنا هو إذن المكون الرئيسي وشريان الحياة بالنسبة للمطار، لأنه من خلاله الطائرة بتطلع وبتنزل، اللاندنج والتيك أوف كله بيتم من خلال الرنوي. الآن لو اعتبرنا الرنوي هو الأساس، في عندنا الآن التاكسيوي، ولاحظ أنه ممر موازي للرنوي. الطائرة لما بتخلص هبوط إلى المطار بنهاية الرنوي بيكون في عندنا إكزيت صغير بيطلعك من الرنوي بيوديك على التاكسيوي، ثم من خلال التاكسيوي بتمشي بشكل موازي للرنوي إلى أن تصل إلى التيرمينال أريا المناسبة، لأنه زي ما قلنا المطارات الكبيرة بيكون فيها عدد من التيرمينال أرياز. فحتى تروح على التيرمينال المناسبة فتتنقل على التاكسيوي للوصول إلى تلك التيرمينال. العملية عكسية قبل الإقلاع، الآن الطائرة موجودة في التيرمينال أريا بدها تقلع، فبتطلع من منطقة الوقوف في التيرمينال أريا اللي في منطقة الأبرون، بتنتقل إلى التاكسي واي وبتتحرك في التاكسي واي إلى أن تصل إلى بداية الرنوي، إلى أن تمسك الرنوي من بدايته حتى يكون معها مسافة كافية للتسارع ثم الإقلاع. فمن التاكسي واي بتخش على الرنوي في بدايته، وثم عندما تأخذ التعليمات من برج المراقبة للمغادرة فتبدأ بالتسارع ثم الإقلاع من الرنوي. الآن الجزء الثالث بالإضافة للرنوي والتاكسي واي هي منطقة الأبرون، واللي هي بنشوفها عندنا الساحة هذه الموجودة واللي تقف فيها مجموعة من الطائرات أمام المبنى. والمبنى طبعا زي ما شايفينه قدامنا مبنى بسيط، لكن في المطارات الكبرى بيكون مبنى ضخم. فهذه هي التيرمينال بيلدينج، المبنى اللي يقدم كل أنواع الخدمات للمسافرين. وطبعا أمام المبنى بيكون في عندنا مواقف للسيارات، وبيكون دخلنا اوريدي في المنطقة الحضرية اللي هي المدينة وكل أنواع الخدمات اللي ممكن تكون موجودة داخل المدينة وخارج منطقة المطار. فإذا في عندي أربع مكونات رئيسية للمطار اللي هي الرنوي والتاكسي واي والابرون والتيرمينال بيلدينج. اذا هذه هي المكونات الاربعه الرئيسيه لاي مطار، طبعا فقط تختلف من مطار الى مطار بحجمها. والتيرمينال بيلدينج قد يكون عندي عدد من التيرمينال بيلدينجز، بالنسبه للرنوي قد يكون عندي عدد من الرنوي زي ما ذكرنا في محاضرات سابقه، لكن تبقى عندنا كمكونات رئيسيه هي هذه هي الاربع مكونات الرئيسيه، رنوي وتاكسي واي وابرون وتيرمينال بيلدينج. ايضا هنا بشكل مبسط بنشوف برضو الهدف منها فقط التوضيح، يعني ليست حقيقيه هذه الصوره، هي سكيماتيك بين لي بعض الخدمات اللي قد تكون موجوده في المطار من ستورج اريا، من اوبريشن مانجمنت، من ايربلين لودنج ابرون، من دايننج اريا، من كيتشن، من ريست رومز، جانيتر كلوزيت، يوتيليتيز، سيرفيس اند ابرون، اكسس درايف، ايضا ادمنستريشن بيلدينج درايف وويتنج اريا. فهي تبسيط فقط للفكره لتوضيح مختلف المكونات اللي قد تكون موجوده بالمطار. وهنا ايضا تكمل للويتنج اريا ان جنرال افيشن تيرمينال برضو بشكل تبسيط لمناطق الويتنج اريا، ايضا منطقه الكاونتر اللي بيوقف الركاب امامه لتلقي مختلف الخدمات، ايضا بنشوف السمول ديسبلاي
وأيضا وجود المناطق السيلز، مناطق المانجمنت، مناطق الأوبريشنز، لوحة معلومات عن حركة الطيران سواء كان arrivals أو departures، وجود أيضا مقاعد لجلوس أثناء الانتظار. طبعا كل هذه تبسيط للفكرة وليست حقيقية. في المطارات الحديثة الآن كلها بتكون أمور أكبر وأكثر تطورا من اللي شايفينه في هذه الصورة.